تابكي لا جينواز، شوفوا ها هي هنا معكم. هنايا عندي نوريلكم، شوفوا هنايا عندي كاس كاكاو وكاس حليب لا جينواز. هالطريقة هاي لهنايا جبت سير سودر تاع. هنايا عندي شويه مكسرات، هنا اللي ما عندهاش ما ديرش، وكاين اللي ما يبغيش مكسرات في الكاطو ثاني ما يديرش في لا جينواز، كاين اللي ما يحبش. انا غادي ندير هنا شويه مكسرات. هاي هنايا بعد ما درت كاع المكسرات فيها، نجيب طبقه ثانيه نحطها بهذه الطريقه، نضغط مليح باش تدخل فيها هذيك لا كريم، كي نقصوها ما تطلعناش. هاد الخلطه تاع الحليب والكاكاو تجي بزاف بنينه في الكاطو، تعطيه واحد الذوق تحس بلي درتي شوكولا. نزيدو نكملو هنايا، انا هنايا غادي نديرها في الثلاجه تبرد عاده باش نقدر نكلاصوها من فوق بالشوكولا، نعاودو نشوفوها مع بعض. نسقيوها مع بعض بالشوكولا. هنايا للتزيين جبت شويه شانتيي، غادي